مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي. أيها الأعزاء، عنوان حلقة اليوم الطب من هدي الإسلام. اعتنى المسلمون فيما مضى قديما وحديثا بالروح والعناية بها والآفات التي تصيبها فتكدر صفو حياة الإنسان، إلا أن قليلا منهم فقط من اعتنى بجسم الإنسان وصحته. فالكلام عما يضر هذه الصحة ويفيدها من الأغذية وأوقات الأكل وكمية الأكل وكيفيته، فصحة الإنسان إذن من أكثر الأمور ضرورة في حياته وأكثرها التصاقا به في جميع أوقاته. لذلك كان لابد لنا من وضع القواعد الأساسية التي تساعد الإنسان على أن يكون كاملا في جسده. كل هذا سنناقشه اليوم مع ضيفتنا العزيزة الدكتورة ثواب الغبرة الاختصاصية في التغذية. أهلا وسهلا فيكي. لك يسعد مساكي ميت، أهلا وسهلا، شرفتينا. الله يخليك يا أهلا. الدكتورة، نبدأ من مفاهيم الطب النبوي في كيفية تناول الطعام وأوقاته كميته. يعني نحن الإسلام الحمد لله رب العالمين، دين أعطانا مفاتيح لكثير أمور بحياتنا، أو كل أمور حياتنا بالحقيقة، منها كيفية تناول الطعام، أدب الطعام، الكمية. فياريت نبدأ من هون. هلا اول شيء والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. يعني انا بقول حلقات، اول ما بحكي انا عن الطب النبوي او معلومات سيدنا رسول الله كلها فيها بركه. يعني علمنا انه خير الكلام ما قل ودل، واذا التزمنا بهدي وسنته صلى الله عليه وسلم عن جد ننجح ونربح بامور الحياه الدنيا والاخره. سيدنا رسول الله ما اعطانا بس فقط وصفات، يعني اعطانا كمان اسلوب حياه. كيف هلا نحن بدراستنا كتغذيه ندرس شو بدك تاكل، شو بدك تشرب، هيك شغله لهالشيء، هلا هذا للضغط، هذا للاعصاب، هذا للشيء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطانا طريقه الاكل، اعطانا طريقه الحياه، طريقه الاستغلال للامور هي. نبهنا انه في اوقات للاكل، في اوقات للنوم، في اوقات للراحه، في اوقات ممكن انه ما يكون عندك وقت انت الله يطرح لك البركه فيها بشكل رهيب جدا اذا طبقت هالقواعد السليمه، حتى قواعد الاتيكيت بالاكل ما اغفلها سيدنا رسول الله. اول شيء انا بقول الاحلى شيء اللي تعلمناه بالدين الاسلامي وبالطب النبوي كلمه بسم الله على اي ماكول نحن بدنا ناكله. وعلمنا كيف انه نتحرى الحلال، هذا اللي بيجيب العافيه كاول فكره بافكار اللي هي، غير انه قصه بس طب النبوي ولا شيء الامور هي. الفكرة انك تاكلي طاقة اكل فيه عافية، فيه حلال، فيه هالامور، هذا فورا رح يولد صحة وعافية وسعادة. هلا شوفي، هلا نحن شعوب ممكن تكون في ناس عندك اياها مليئة بالوسائل الراحة والترف والهي، بس ما لها سعيدة، يعني فيها الاشياء هي كلياتها. حتى ما نطيل على مشاهدينا، حنقسم حلقتنا لقسمين. قسم حنتعلم كيف اساليب تناول الطعام، كيف طاقة الطعام بتصير أكثر فعالة أكثر بغض النظر عن هي، وحنعطي كمان وصفات كمان للأكل، يعني لهيش لهالشغلة لهي للأمر هذا بشكل سريع ومبسط، وإذا التزمنا فيهم بحياتنا اليومية بإذن الله تعالى بتلاقي العافية اللي بستنا والعافية اللي ركدت علينا، مو نحن ركدنا على العافية. والله يعافينا ظاهرا باطنا. يعني برجع بقول طاقة الطعام هي طاقة صعيبة تفوت على أجسادنا بس بتغذي أرواحنا، لذلك لازم نتحراها بالحلال، نتحراها بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم. والنية وتحري يا الله انه هي الاكله هي الله هيك يقلبها ببدني عافيه لتقوى على طاعه الله تعالى. تماما. فشوفي شو بقى طاقه السعاده صلى والنية. الله عليه وسلم سيرته هي بتسعد، سبحان الله. اللهم صل عليه، اللهم صل على سيدنا محمد. طيب رح نبدا مثلا بموضوع اوقات الطعام. هلا كثير ناس بتقول لك وجبه الافطار هي وجبه ضروريه وما بصير نستغني عنها ابدا، وناس ثانيين بتقول لك طب انا ما بدي رفيق فتح عيوني راسا اكل. شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطانا قاعده بهالقصه هي، حسم ابن ادم لقيمات تقوم صلبه. فهلا شو الفكره؟ لا ناكل حتى نجوع. اوقات الطعام ما بقدر اني انا احدد، شو بيقول لك وجبه الفطور اساسيه، هيك درسناها في جامعاتنا وبرا وهالقصص هي. طلعنا بعدين وقت لقينا انه هذا الحكي غلط بغلط، وجبه الفطور ممكن تفتح لها ابيتها اكثر. تمام. الانسان وقت خلع على هالكره الارضيه كان معد انه وقت يجوع يصطاد صيدته. لا فيني اقول لك ثلاث وجبات بالنهار، ولا فيني اقول لك وجبه بالهون، وقت بتجوع يا عمي انت كل فايق، انت جوعان حاسس جسمك بده طاقه هيك، كلك شويه خرطه تفاح والقصص هي. فانا اول ما بفيق استيقظ، اذا مالي جوعان لا تاكل. البطن مفتاحه لقمه.
هلا بيقولوا لك بدي افطر على ثلاث تمرات على الهي، في اشياء نحن بنقول عليها، لكن لا تلزم حالك اذا انت مالك جوعان شويه مطمطه بالمي وهالقصص هي كلياتها. بيقولوا لك تمره وعلى سنه رسول الله، سنه رسول الله بان ما بتاكلوا الا لتجوعوا، هذا اللي هو الصح، تمام؟ طيب نجي بقى للماء والليمون وشويه تحلايه عسل وشقفه التفاحه، هي احسن وجبه فطور بكل دراستنا بكل انحاء المراجع العلميه والامور هي اللي علمنا عسل ياسين. تفاح تفاح خرطه تفاحه وكبايه مي ومعلقه عسل صغيره وعصره ليمون مع هذه توكس للجسم وبتعطي طاقه حيويه. انا اذا فايق مالي جوعان مو ضروري افطر، خاصه هلا اولادنا هلا بالامتحانات، يعني غلط جدا يا جماعه تعبوا بطونهم لانه هذا حيضرب لهم التذكر وعمليه التركيز والامور. بدنا شوي تذيب الفطنه. يا سلام عليكي، فعلا فعلا، لانه الاكسجين وقت بينسحب للدماغ بيروح على الجهاز الهضمي، بيسحب طاقه الذاكره، بيسحب طاقه التركيز، بيسحب طاقه خاصة النفسيه. خاصة دكتوره ان احنا اسلوب تغذيتنا غلط، يعني احنا مثلا ما نجي من طعم الولد مثلا شي عسل صح او تفاح او سموشه شوكولاته، سموشه يعني في الصبح الولد اخذ خبز وشوكولا، يا رب يدخلك على هالوجبه المدمره، مدمره، لانه بعد نص ساعه من ارتفاع الانسولين بيخمد طاقته للبني ادم خمود، يعني بيطلع من الطابق الخامس لتحت الابواب. هاي الخمود الطاقي هذا بيوقف نشاط دماغي للتذكر والذاكره، وحتى بيعمل كآبه بعد نص ساعه. هلا بيقولوا لك الشوكولا بتجيب سعاده، بتجيب سعاده وقت عم تمصمصها انت، بس بعد نص ساعه تقريبا انت فشلت بكل شيء. هبوط السكر مدمر للحاله النفسيه، مدمر للتركيز، فهذا الفكره الاساسيه غير الاثار السلبيه اللي هي هون. فاول قاعده علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وقت انه شو وقت الطعام تبعك، وقت الطعام تبعك المناسب يا عمي وقت بتكون شديد الجوع، وقت بتحس حالك قبل الشبع بدكه حاول تقوم. هلا بالصيام الله إلهي يا رب يتم علينا نعمة رمضان ومرروا علينا أيام عديدة وسنين مديدة، الصيام لازم نخرج منه بمعدة متقلصة وليس ممتدة. نحن وقت منجيب الأكل فرد دجة ومي بعده وعصير ومدري شو، ثاني نهار معدتنا صارت تطلب، عوض ما كان صحن صار صحن وربع، لأنه أنا معدة عضلة مددتها. الصيام إجا لشهر رمضان ليصغر لك حجم معدة، لنفرض حجم معدتي أنا مثلا بتسعني 500 ميلي، لازم أطلع من شهر رمضان 400 ميلي، بحيث أنا طول السنة عم بشتغل على هال 100 ميلي، أنا نحفت حالي كيلو كيليين دون ما أنا أحس وأعمل مجهود ريجيم وهالقصص هي. لذلك أول قاعدة علمنا إياها سيدنا رسول الله، وقت بتجوع قوم كل، ووقت بتصير عندك إياها قبل شبعك بشوي ومن على الطعام. هي احلى قاعده اذا بقول لك بنلخصها بمجلدات بعلم التغذيه ما بنلحق الفروع تبعها. سلسوني طعامك، سلسوني شرابك، سلسوني نفسك، لو درست باكاديميه ما بتخلصي من فوائدها. وجدوا قديش مهم انك ما تمزج اكلك بكل المعده بالمي حتى ما تمتد العصارات الهضميه، وجدوا قديش اهميه النفس بالمعده حتى تحرك لك مع الاكل تعجن لك اياه. هلا جيبي دبوس وحطيه بانينه كامله بالمي، ما بتعود تحرك الدبوس مهما رجيتي الانينه، قديش بيعمل عساره الهضم امتلاء الامعاء المعده او هالامور هي، قديش بتعمل تلف بهضم الاحماض البروتينات ولتحولها لاحماض امينيه كبيره على الكبد. وغير هيك مدى ما ضرب الاكل ببالون المعده هذا لحاله ثاني نهار انت حالك حتاكل نفس حجم وجبتك لتشبع مع فنجان قهوه زياده عندك اياها كحجم، يعني انا عم بحكي لثاني نهار، وبتبلش بقى معدتنا تتمدد 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 في حال اتبعنا اسلوب اني انا ما بقوم على السفره لاشبع او يصير الاكل انه انا اللي خلص انا ما عاد فيني، هي انا بدي ذوق من هي بدي لحق هي بدي لحق هي. إذا ما تركت النفس، إذا ما تركت النفس أنا بعد شهر قمت بمعدة ممتدة مرة ونص، مو عم يعملوا عمليات تصغير المعدة، أنا عم أعمل عمليات تكبير المعدة بهيك حالة، إذا ما اتبعت لهي القاعدة هي. فمن شوفي كيف قديش حكمة سيدنا رسول الله، يعني اللهم صلي عليه، يعني أشياء والله بقول بستغرب بهتلت جمال، اختصر مجلدات. إذا بقعد بحكي لك من هون للصبح عن فائدة سلسوني طعامك، سلسوني شرابك، سلسوني نفسك ما بخلص. على قد ما عم يشوفوا هالدراسات هي، مشكلتنا نحن انه بنشوف الدراسه ونقول ايه هي عنا اياها بديننا، ما بننسق بسيدنا رسول الله وما بننسق بديننا وبتعاليم ديننا الحنيف، بنستنى الغرب يثبت لنا اياها. هذا كلام قديم وكذا، بعدين بنسقف للمعلومه وبعدين يا ريت بنطبقها. بنقول اللهم صل عليه، لك سيدنا رسول الله اتباع سنته، لك اتباع سنته سعاده لك.
ويعني ان شاء الله هيك بقول لحالي وبقول قبل ما اقول لغيري الله يرزقنا اتباع سنته، لانه امين. فيها اشياء ان كان ثبت العلم ولا ما ثبت على العلم هي لصالحنا. وسيدي رسول الله بعث رحمه للعالمين، يعني حتى الاجانب يطبقوا سنه رسول الله، يعني نحن مو اجينا لنقول هذا لانه مسلم وهذا لانه ابدا، يعني هذا للعالمين، يعني هذا العلم اذا نحن حياه لكل الناس، لكل الناس باذن الله تعالى تكون تعيش حياة طبيعية طبيعية وسليمة وسعيدة. نعم. إن شاء الله. كتير ناس بيقولوا أنه نحن مثلا بناكل على أوقات الصلاة. حلو، حابة أسألك هذا السؤال. جميل جدا هذا. هلأ في آية بالقرآن الكريم كان يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني ما بعرف هلأ مرة هي قريت المعلومة أو سمعتها والله من حدا. الفكرة الأساسية فيها أنه وقت طاقة الصلاة أنه ترك شوي شغلك وعمل بريك إعلاني، اهتم في بجسمك، حاول انك تتوضى لانه استعداد للصلاه، هي اسمها مراكز الطاقه، وهي اوقات بيكون فيها بركه جدا لإلك. فهي هي الاوقات هلا صارت بطاريتك بدها شحن، شحنك رب العالمين 5 مرات، شويه اكلات بسيطه ممكن تعطيك تعود لك طاقتك مو غلط، مثلا شويه تمره وسمسم، شويه هي انت قاعد بشغلك بالضبط، حتى لو فنجان قهوتك خذ شيء هذا لإلك. هالبريك الاعلاني ال10 دقائق بدك تتوضى فيهم وتصلي وتقول دعاء اقامه الصلاه، خذها مع حالك بريك، وبعدين بعد ما تصلي تاخذ لك خرطه تفاح، هي مو غلط. الفكره الاساسيه بهي الاوقات وجد انه طاقيا هي عاليه الطاقه جدا، فبتلاقي حالك انك انت فعلا جددتي وصار عندي اياه هذا الامر، شيء كثير رائع. بس مو يعني انه وجبات ثقيله على كل 5 وجبات، يعني انت هي اسمها بريك، كيف انا بالبريك باخذ شيء بسيط، هالقصص هي كلياتها. وبرجع يعني نص كاسه حليب، يعني مثلا موزه، بالضبط يعني بالضبط اي شغله بس ما يكون باي شيء انت بتريح نفسك فيه، حتى قعدت انت وحالك، مثلا انت عندك شغلك، عندك عيادتك، عندك امورك، عندك الهي، اخذت نفسك مجرد تعمل شهيق زفير انت عم تاخذ من طاقه هاي الوقت. وبعدين الصلاه على وقتها والله بتعمل بركه بالوقت. وبقول لحالي قبل ما بقول لغيري، نحن سبحان الله ما عم اقول لك الحياه اخذتنا موبايلاتنا ومواعيدنا وهذا تليفون، هاي بتعمل تركيز للعمل، لانه انت بتوقفي عن تقاطعات الحياه وبتركزي مع حالك ومع طاقتك وقوتك مع ربك، ورب العالمين بيعطي طاقه البركه الوقت هو، فوقت بشوف تركتي كل شيء وقلتي الله اكبر، صدقيني هو ياخذ بوقتك ويعني ياخذ بيدك وبيبارك بالوقت وبالعمر وبالعمل، فبتلاقي فعلا طاقه الانجاز صارت بهذا النهار، الانسان جسمه وصحته وعافيته عليه، حتى المريض بهي الاوقات يتحراها لانه بتصير عندك يا طاقه العافيه بتجي هون، يعني حتى وقت بيسمع المريض اذان الاوذانات الصلاه يحاول يغير فرشته، يغير مفرشه، حتى لو يتزحزح شوي، يشرب عصيره، يشرب حبته. بهالاوقات انا بقوله لمريض مثلا اذا كان عنده ماله ادران ومتسطح باوقات الصلاه ياخذ ادويته، اذا كان في عنده دواء ضغط او هي، سبحان الله ويسمي الله بالله عليها، بتلاقي بركه الطاقه ضاعفت بهالاوقات هي. اذا في مسارات للطاقه وفي اوقات للطاقه، احنا اذا اتبعنا الاساليب الصحيحه ان شاء الله نستفاد من الطعام اكبر فائده، يعني صح. بينما بالعكس اذا مثلا اعتبرنا الطعام مجرد هو عادي ونحن لازم دائما عم نتسلى، يعني حشو مصران صار طاقه الاكل، طاقه يعني طاقه انه انا لازم اكل، عم بتسلى مجرد انه بتسلى، هي ردة فعل. ما بيصير الاكل هو الطعام هو عبارة عن شيء معين، اذا زودته عن حد معين انت زودت السموم بجسمك، حتى لو كان الاكل صحي. ها انتبه، انا مو الله خالقني اشي اقعد اكل اخذ طاقتي من هالاكل وارمي، لانه انا اذا زودت الفائض كل شيء فيه له فائض، له كمان عندك يا فائض سموم، انا جسمي عندي معد يهضم، مو الله خالقه لي جاي لمعمل ماكينه هضم، اخذ طاقه للي انا بقدر عليها وخلصنا. اما فيما عدا ذلك الفائض كله ياته كله بيتحول لامراض فيما بعد. تسمح لنا نحن بس ننوه للساده المشاهدين والمستمعين بامكانكم التواصل معنا عبر ارقام الهاتف التي تظهر في اسفل الشاشه. طبعا الحديث اليوم معنا الطب من هدي الاسلام، معنا اختصاصيه التغذيه الدكتوره تواب الغبره. نرحب فيك مرة ثانية دكتورة تواب. ذكرنا عدة أحاديث نبوية شريفة عن موضوع الطعام، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. حابة كمان نوه على عادة يعني من الهدي النبوي، اللهم صل على سيدنا محمد، كتير مهمة وكتير مفعولة من السنن المنسية، هي عادة شرب الماء على الواقف من أضر العادات. إذا أنا ماشي بالطريق وبدي أشرب مي عصير على الواقف، لا يا جماعة،
لدرجة أنا عم بقول تصوري إني أنا عندي الإنسان قدام العالم حتى لو كان ماشي على رصيف وشارع يأخذ على وضعية القرفصاء ويشرب مي، لأنه تصوري سيدنا النبي قال إذا أنت شربت الماء لو بتتقيأ أفضل لك منها المي اللي نزلت على بطنك، لأنه هي نزول الهبوط الشاقولي على الماء بالمعدة فوق الكبد، الكبد عنده تفاعلات كيماوية تصل درجة حرارتها إلى 1000 درجة مئوية. تخيلي في جسم الإنسان في عنا خلايا فيها درجة حرارة 1000 درجة مئوية. أنا لم أصدق هذه المعلومة إلا ما بعد قريت نشرات علمية على هذه الخلايا. ليش لكان الكبد مركز الغضب مع أنه العضو النبيل بجسم الإنسان؟ لأنه مليون تفاعل أنزيمي هون فيه. أنت بهالعملية هي عم تدمر عدة خلايا كبدية ما بتتخيل قديش. سيدنا رسول الله نبه أنه وقت بتشرب الماء بتشربه على الجالس وعلى ثلاث دفعات، إياكم وكروعة المي كروعة، وخاصة يعني حتى لو كنت عطشان تقولي ما بستلز بطاقة الارتواء، إلا قدر الإمكان أول غبة بس بعدين على دفعات مشان الكبد ما يتأذى. هلأ في مليون قصة وقصة غير هذا الحكي، لكن هذا اللي اكتشفناه حاليا قديش ضرر الماء على حتى الأطفال على المو يا جماعة. ما حيصير شي علي، بستند على أي جدار على أي إن شاء الله لو بدي أقعد على الرصيف ولا بأذي خلايا كبدي. اللي عجبه عجبه واللي ما عجبه ما عجبه. تطبيقك لسنة رسول الله والله لتاخد، ويا لازم تنتشر هالقصة هاي، لأنه هذا الشيء فيه ضرر للخلايا الكبدية. هبوط الماء فجأة يعني حتى بلاقيهم عم يزرنقوا واقفين، يا لطيف شو بدي أقعد أحكي. بتلاقيها بالأماكن العامة، بتلاقيها هالقصص هاي. هي العادة لازم تنتهي نهائيا ببلاد نحن منحب سيدنا رسول الله ومنطبق سنته. اللي بيحب سيدنا رسول الله مو بيحب بس لحاله، لازم يعمم المعلومة، لازم ننشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا لنطلع من هالآفات الصحية المدمرة بأجسامنا. فهذا الحكي اللي نحن اللي بدنا نحكي عليه، إنه حتى لو أنت شفت أنت ما بتطبقها، يعني أنت بتطبق هالمعلومة وشفت حدا انصحه، نشر سنة رسول الله هو عافية لبلادنا، هو عافية لشعوبنا لنطلع من هالأزمات الصحية المدمرة. نحن ما بنعود بنحتاج لك مشاكل تشكل الحصى وتشكل الهي، لو بقعد بقول لك قديش ضرر هي القصة. هي موضوع شرب المياه، في كثير ناس مثلا بتقول لك يعني دراسات انه لازم الماء ينشرب بدرجة حرارة معتدلة، ما لازم نشربه بارد كثير. صح. بالعكس في ناس تقول لك لا. حاحكي على قصة الماء. إذا كانت الأنثى، في أنثى ولدت وبعد فترة النفاس نحن لإدرار الحليب ولإذهاب سوائل الحمل وترويح بطن الحمل، الماء الدافئ مع عصرة ليمون. حتى بالعلوم الصينية وبالحضارات الصينية بغض النظر، العلم يستقى من مصادره، يعني مو غلط إنه ناخذ المعلومة الصح، ما بيخلوا بلاد الشرق الأدنى أي أنثى بعد الولادة تشرب أي مشروب بارد أبنى. حتى لو كان، لأنه هو عبارة عن تثبيت دهون الحمل وسوائل الحمل بجسمها وإخراج بطنها. يعني أنا بدل وحدة بعد الولادة أنا مع طبعا القيصرية مع ربط البطن وعدم شرب أي شيء، حتى الماء يكون فاتر. هلا بتقولي حتى لو صيف، حتى اصبري على حالك هالفترة. وهي الماء الفاتر بمعدل حرارة ماء فاتر، يعني كيف انت حطيتيه بس مو ماء ساخن، ومشروباتك الساخنه اللي فيها القرفه الزنجبيل هي لا تقطعيها، هي بتروح البطن تماما. وهلا حنحكي عن الزنجبيل بالطب النبوي. القصه الماء المعتدل هو افضل شيء. الشيء بالعلم بقراننا الكريم سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد، يمكن سيدنا ايوب، يمكن سيدنا ايوب ما متذكره بالضبط، واتصابته الامراض الجلديه، هذا مغتسل بارد وشراب. بالقران الكريم يبين لك الاغتسال بالماء البارد عافيه وشربه داء، اما الماء الدافئ شربه عافيه والاغتسال في داء. يعني المي السخنه انا ما بشجع كثير التحميم فيها لانه بكرنش الجلد، اما الماء البارد المعتدل البروده طبعا مو واحد هلا كبير السن يغسلوا لي، لكن فوقتك الصبح ما تتحرى الماء الساخن، بتتحرى بنشط طاقه الجسم بشكل رهيب، بشد الجلد. لكن شرب الماء لازم يكون دافئ. انا هذا كرايي كاخصائيه تغذيه.
وهذا مستقيته من مو من معلوماتي، يعني من تجارب، يعني تجارب حضارات كبيره. الاغتسال بالماء البارد وشرب الماء الدافئ، انا هذا بلاقي. وجود الليمون مع الماء والعسل، العسل بتمدد جدا انزيماته الرائعه بالماء، يعني انا اكل معلقه عسل ولا دوب شويه ميه كاني اكلت اخذت كاسه عسل كامله، يعني بانزيماتها دوبها. ضافنا لشويه عصره ليمون طالعت لك كل السموم من الجسم، واللي عنده تخفيخ رجلين وتحبيس سوائل والقصص هي. هناك سموم ذوابب اوساط دهنيه، في هناك سموم ذوابب اوساط مائيه، المسؤول عن صرف احتباس السوائل والسموم من ذوابب الاوساط المائيه الكلى. والمسؤول عن اخراج السموم بالاوساط الدهنيه هو الكبد. لذلك يقولوا لك هذا الدواء طرحه كبدي، اللي عنده مشاكل بالكبد ينتبه منه. غالبا الادويه الهرمونيه الكورتيزون والهالامور هاي كلها بتنطرح بالكبد، والادويه النفسيه والامور هاي كلياتها. لذلك اي انسان بيتعاطى دواء نفسي او بيتعاطى لازم هلا ياخذ شيء من الطب النبوي من تصريف سموم الكبد، هلا حنحكي عليها. الماء والليمون والدافئ هو اكبر مصرف، اكبر مصرف لسموم الكلى. يعني اذا بدك تهدي هديه كليتك وتعملها تعزيله، شويه مي وعصره ليمون تنحط على مكتبها كل شوي شوي تشرب فيها مزه. حتى نحن عندنا باهل الشام بنعمل ليمونيه، هاي الليمون الدافئ وهيك، يعني شو نحن بنحطها بالعصريات وبالهي بالتعازي، بس هي لازم يكون مشروب طاقي لنا. هذا المشروب رهيب جدا لتنظيف الكلى وطعمه محبب جدا. عوضنا نشتري عصائر بيروح كل شيء، التنفيخات والسموم والامور هاي، وخاصه لناس بياخذوا ادويه مسكنات عاليه، ليمون ومعلقه عسل وشوي بالضبط، حليها بعسل، ما عندك عسل مي وليمون رائع جدا ودافئ، خاصه للناس اللي بتاخذ مسكنات بنسبه عاليه جدا. نعم، رح ناخذ اتصال معنا رنا من الشام. مساء الخير. الو، مرحبا. مرحبا، اهلا، تفضلي. تفضلي. يا اهلا وسهلا دكتوره. لو سمحتي اليانسون انا عم باخذه من مشان القلق، انه انا ما بنام، يعني نومي جدا قليل بصراحه، حسيت حالي ارتحت عليه. هلا المشروب اليانسون له وقت معين، يعني مثلا اخذه اسبوع، ولا مثلا فيني اعتبره مشروب دائم، فيني بعد الساعه 4:30 العصر انه اشرب نعناع، اشرب يانسون، ولا بتنصحيني اشرب شيء ثاني؟ هو والله ريحني. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني لو سمحتي، انا عندي نفخه وتشنج كولون، شو ممكن انا اشرب بالاضافه لهالمشروبات؟ لانه والله بالليل عم يطور علي الكولون شوي، يا ريت تجاوبيني بعد ما افكر. شكرا كثير. اكمي على وسهلا، طبعا حنجاوبك حبيبه قلبي. شكرا كثير، يعطيك العافيه. هلا احلى شيء بمداخلتها انه حكيت عن اليانسون، الشبت والشبوت، هذا من الطب النبوي، يعني رائع للاعصاب. لما نحكي عن وصفه للاعصاب رائعه ويتضمن منها ماده اليانسون. كلياتنا كنا وقت كنا صغار نسمع اهالينا انه كانوا اذا الولد عم يبكي وهالقصص هي شربوا يانسون مشان يهدى اعصابه هيك، وخافوا انه لها هالجرعه تخديريه انه الواحد بيتعود عليها. لاي انسان مصاب بكولون عصبي يا جماعه، ماده اليانسون رائعه 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 لصناعه سيروتونين على النهايات العصبيه لمنطقه الكولون تبعه. فانا بالعكس بقول لك استمري على هالوصفه ولا تقطعيها، لانه هي مو قصه حتنوم ولا مو لها اثار تنويم، هي لها اثار لطيفه مهدئه للجهاز العصبي. ومن احد الغدد اللي بتستفيد منها بجسم الانسان هي الغده الصنوبريه اللي هي مراكز النوم، فبيهدى بتنشط مراكز النوم باوقاتها، لكن لها وقت محدد، يعني انا بفضلها بعد الساعه 6 مساء يبلش يتاخذ اليانسون. هلا حنعطيكي كمان وصفه لنفخه الكولون، لانه على ما يبدو من حكيك يا عزيزتي انت مصابه بكولون عصبي، رغم انه انا ما بحب شخص بسرعه لانه الكولون له 100 نوع، وأسوأ ما يمكن انه اعتباره كله عم يصبوا لي هلا بانه كولون عصبي. بيكون كولونه كولون تقرحي بيقولوا لك كولون عصبي، بيكون كولونه نفخه وغازات بيقولوا لك كولون عصبي، وبيروحوا بيعطوا لي اياه مهدئات، بينتقل الانسان من مريض كولون لمريض نفسي. هي مشكله الكولون بالذات يا جماعه، هو متلازمه لها نفس الاعراض بس باسباب مختلفه. بس كونك عم تقولي لي في اضطراب نوم وهالقصص هي وعم تهدي على اليانسون وهيك، حتما انت انا بميل لجانب انه تشخيصك ككولون عصبي، لكن حاعطيكي وصفه ان شاء الله بتدعي لنا عليها بعد وجبه الغداء وبعد وجبه العشاء ما يلي. بتاخذي عندك يا البابونج بعد ساخنا البابونج مع ماده اسمها الشمر، هي على بعد وجبة الغداء، فهي بتساوي تحفيز للعصارات الهاضمة بجسمك أكثر،
فبينتقل عمليه الهضم عندك اللي غالبا عنده كولون، الاكل عنده بيتخمر اكثر ما بيهضم، التخمر بيسحب اكسجين الجسم سحب، فلذلك بتلاقي انه ضاق نفسه بعد الاكل، حس الاكل مثل البلاطه على على جسمه، بتقل بقله نفسيه. فنحن بناخذ عنا البابونج مع الشمر بعد وجبه الغداء. بالنسبه لوجبه العشاء او اذا ما بتتعشي او هاد، انا بفضل اي انسان عنده مشاكل كولون لبن وعصره ليمون، بيتعشى ما يتعشى مع خبز، تمام؟ لانه الخبز يحفز عمليه التخمر عن مرضى الكولون. فشو بيساوي عندك يا بيقطع بردقان مع موز سلطه فواكه اللي هو، لنفرض تعشى وحدث ذلك، اللي هو المشروب اللي بيساعد على الهضم وما بيضايق له قولونه بفتره الليل هو نبات اسمه المردقوش مع اليانسون. مو كمون بقى. يعني كمون كثير كان يقول شوفي الناس. انا مع احترامي للكمون ما عم لاقي نتائج فظيعه فيه، مع انه هو على فكره دراسات علميه عليه، لكن وقت اشتغلنا معه مدري يمكن لانه هلا التعديل الوراثي للنباتات وزراعته عم تختلف، يعني ممكن انا عم اقول لك بيقولوا لك بيروح نفخه وبيروح هي، ما عم لاقي مثل نتائجه مثل مثلا واحد شرب مردقوش مع شويه يانسون، لأ اليانسون رائع جدا لتهدئه الجهاز العصبي اللي هو تبع العصب الحائر اللي بيغذي المنطقه الكولون. في ناس تاخذ مليسه كمان حلوه، المليسه كمان بتهدي، المليسه رائعه، المليسه جمالتها مالي مشروطه اني انا فيها حتى ليل ولا نهار، المليسة بتحسن المزاج صباحا وظهرا ومساء دون ما تدرخني. أما اليانسون يميل إلى إلى طبيعة أنه أنا أخلق، لأنه هو بيحفز مراكز النوم بالجسم مهدئ شوي وما له آثار تخديرية بطريقة الإدمان. نعم يعني ماله، بالعكس هو من أكثر النبات الطبية جرعاتها عالية وما بتسبب جرعات إدمانية. هلا في بعض النباتات الطبيه بعد فتره معينه بتاخذي بتقلى فيها كجرعه ادمانيه، اساسا السكر اللي بناكله نحن مثل المورفين، بنضحك على المدمنين، نحن مدمنين سكر بحياتنا، من اول ما عمرنا بعد ما ناخذ نص حليب ابننا من 5 شهور بفوتوا لنا هالبسكوتات والسليلاكات والسكر سكر سكر سكر، حتى بعد فتره معينه نقعد بلا سكر شي نص ساعه ساعه من ولوي. تعي شوفي وقت بدك تفوتي على نظام اسمه الكيتو بتسحبي السكر من دمك، بدي اسالك عنه، كأنك عم تسحبي مورفين من الدم، يعني ما بتتخيلي نزعان المرق. بس بدا ما تجاوز الإنسان هالمرحلة وقت بيصير بيحط بتمه قطعة سكر بيحس حاله غثيان صار معه، بيشوفها هاي المادة على واقعيتها الحقيقية. ليه بحب أنظمة الكيتو؟ اللي بيقدر يقدر يتجاوز أول 3 أسابيع أصعب أسابيع بنزع السكر من الدم ومن الجهاز العصبي بيكون انتصر، وبعدها بيشوف وقت بيحط قطعة سكر بتمه، مع اني انا ضد الكيتو بكل نواحي، لانه انا مع هنن بيحرموا بالكيتو الفواكه، تمام. مع اني انا بحب سكر الفواكه يفوت على الجسم، ورب العالمين عطانا قاعده لوضع الفواكه اللي هي قبل الوجبه الاساسيه حتى تتحول لخل باجسامنا، ما تتحول لغول اللي هو بيعمل بيساعد على عمليه التخمر. وفاكهه وابا، ضعوا الفاكهه قبل اللحم، حتى بهي الإسلام في القرآن الكريم في بس بده الواحد يتفكر، أفلا يتفكرون؟ يعني حتى شوفي بالقرآن الكريم في شغلة أنا كتير بحبها، مين اللي بيعرف يتفكر أكثر من غيره بيصير عميق التفكير وعميق النظرة؟ الناس اللي بتمشي، سبحان الله شلون وقت بترتبط آيات التفكر بالمشي والسير في الأرض، في تأمل المشي أكبر أحلى رياضة بالكرة الأرضية، لو بقعد سنين وأيام لألف أبحاث عن المشي ما بخلص. قل سيروا قل امشوا، قديش هذا الأمر موجود بقرآننا الكريم ونحن ما بننتبه عليه. ساعدك على التأمل على التفكر، كل ما مشيت أكثر لك لا في عندك ضغط، كأنك حاطة سلة هموم وعم تنكب كل شوي شوي شي منها، فبتحسي حالك بعد ساعة مشي غسلتي غسل طاقيا نفسيا صحيا لك، حتى حرقتي السموم اللي هي فاتت على جسمك يعني. نعم في معنا أبو محمد كمان، خلينا نعده مشان ما نطره. مساء الخير أبو محمد. ألو، تفضل سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية، في مجال نحكي مع الدكتورة؟ تفضل معك. الله يسعد وقتك دكتوره. يا اهلا وسهلا، ويخلينا اياك على الحديث الحلو. الله يجبرك يا رب. اللي بيلامس الروح والوجدان من خلال الصلاه على سيدنا. والله هو مو كلامي، كلام سيدنا النبي، نحن بس عم نقول عنه. عمري 62. الله يخليك. الله يخلينا اياك يا رب. بعاني من امساك مزمن انا. طيب. الو.
أنا معك عم بسمع. بعاني من إمساك مزمن. يعني سؤالك ما حلو. طريقة لا أدوية ولا أعشاب ما بعرف. طيب. عملت تنظير للكولون إنه الكولون فيه تطاول. كولون شو بو؟ نعم. الكولون شو بو تبعها؟ إنه الكولون قالت للدكتورة. في تطاول بالكولون. مساره طويل. طيب حنحكي عليها هي. الله يرضى على قلبك. سؤالك جميل لأنه بيمس ناس كتير شريحة كبيرة. حتسمع الجواب هلأ. ايه الله يعطيك العافية. شكرا لك على الكلام الحلو. الله يجبرك يا رب. شوف أخونا الكريم هلأ إذا كان في تطاول بالكولون يعني السير تبع الفضلات مسافة طويلة. فمثلا الإنسان الطبيعي يا أخي إذا لازم يخرج عن أكل الوجبة مثلا على الساعة 2 الظهر مفروض يخرج مثلا تقريبا على الساعة 12 بالليل، يعني بدك تحط بين 8 إلى 12 ساعة. ما لازم الفضلات تكتر عن 12 ساعة مسير بهاي القرنة هاي. لنفرض صار هلأ الطبيعي اللي نحن ما بنقول هاي إن الإنسان يخرج كل يوم مرة أو مرتين، هاي أول شيء. في ناس عندها التطاول بنقول مرة بالنهار أو يعني كل نهار ونص، لأنه طبيعة الكولون المسار تبعه طويل. أهم شيء لإنسان عنده تطاول بالكولون ياخد ألياف اسمها ألياف السليلوز. هلا هي وين موجودة يا أخي؟ بمادة اسمها الشوفان. النقطة الثانية لازم يكون طبيعة المادة المهضومة لا صلبة ولا لسائلة، لأنه حتى إذا سائلة ما بتضرب جدران الأمعاء. شو بيصير عندك يا أخي؟ كسل، لأنه مين اللي بيحفز الحركة الدودية للأمعاء؟ ضرب الألياف لجدار المعدة. فأنا إذا أكلت أكل كتير سيل لي أمعائي، يعني الملينات اللي أكيد أنت متعاطيهم، وإذا أكلت أكل كتير صلب من اللحوم والبروتينات اللي بينشف المي داخل الأنبوب الهاضم، لا هي زبطت معي ولا هي زبطت معي لإنسان كولونه متطاول. لذلك يا أخي بدك تروح على الصيدلية تدور على شيء اسمه سكاكر غير منحلة، اسمه سكاكر السليلوز، بيساعدك عليها الصيدلي لأنه نحن هون ما فينا نحكي أسامي ماركات. بيقول لك شو بتاخد معها. النقطة الثانية لحالتك هي أول ما بتستيقظ صباحا، هلأ نزل المشمش ببلادنا، في حال بوقت ما في مشمش بتاخد من بلادنا قطعة اسمها الأمر الدين. بتاخد قطعة أمر الدين يا أخي هلأ تقدى بتدوبها بمي فاترة، هاي بتشربها صباحا. بموسم الشتاء ما لقيت أمر الدين ولا شي بتتاخد بردقانة عري، بتقلي أنا معتي فيها حموضة، بتاخد خلطة تفاحة قبلها. هعيد لك الفكرة، أمر الدين صباحا ماشي، لقيت مشمش مستوي بوقت المشمش، مشمشتين احسن لي لانه امر الدين فيه سكر فيه كتير عالي. الالياف السليلوز اللي انا عم قلك عليها برجع بقول بيساعدك الصيدلي فيها بتقول لانه منتشره كتير بالصيادله. النقطه الثانيه يا اخي اهم شيء عندك اكل يكون مو مطبوخ. ما معنى ذلك؟ الانسان اللي عنده تطاول بالكولون لازم ياكل اكل فيه سلطات والياف غير منحله لتضرب بجدران امعائه. يعني بدك تشوف انت بحال يوميتك انت قديش اكلت اكل مطبوخ قديش اكلت اكل غير مطبوخ. الاكل الغير مطبوخ نحن بنسميه هو الاكل الحي. الاكل المطبوخ يا رام بالضبط هو الاكل الميت. انا لنفرض بتغدى وبتعشى اكل مطبوخ وهي وبفطر يا دوب هيك خياره، هي نسبتي 20%، بتحول اكلك بنسبته 70% اكل حي مو مطبوخ و30% منه اكل مطبوخ. هي القاعده على بساطتها اذا عرفت لا بعمرك بتروح عند دكتور هضميه ولا بتروح عند دكتور اخصائي التغذيه ولا عند اي حدا، بتلاقي خروجك سليم. الشيء اللي من الطب النبوي بدنا ناخده هو السنه. السنه له قواعد بياخده، وخاصه هلا السنه ببلادنا عند العطارين مادته الفعاله من الاف السنين مخزن بمخازنه، المواد الفعاله تبعه مو ظابطه كثير. السنة رائع جدا للتليين، لكن له طريقة أخذ، إنك أسبوع تاخده وأسبوع توقفه. نعم. حتى تضل، برجع بقول لك قاعدة توازن أنبوبك الهاضم يا أخي، لازم يضرب ألياف بجدارك الداخلي لأنه طويل، لازم تنعصر، شي يعصر شي يفتح. إذا ما في ألياف مشكلة، السنة بتمرق كتير الهي، لكن إذا أخذتها أسبوع إيه أسبوع لا، أمعاءك نظيفة طول حياتك لأنه هي من الطب النبوي. في معنا بس من اتصال من تونس مشان ما نطرح حرام. أم محمد مساء الخير، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أحكي مع الدكتورة؟ تفضلي. مساء الخير دكتورة. يا أهلا وسهلا. أهلا فيكي. حبيبتي حبيت أسألك سؤالين، ما بعرف إذا يا ترى هن ضمن الحلقة تبعك ولا لا. تفضلي. معناتها شرب المي
يا ترى بيأثر على، بيقول لك مثلا خذ دواء هشاشة، مو هشاشة العظام عفوا، دواء الغدة، خمول الغدة، بيقول لك لازم يكون مثلا ساعتين ما في أكل وعلى الإخوة يعني بنقول بتونس نحن، يا ترى شرب المي بيأثر إنه صارت المعدة مانا فارغة؟ يعني أنا بمتنع عن شرب المي مثلا لازم ساعتين مثل ما بمتنع لا لا المي لا بالمريض الغدة بالعكس له أسلوبي. وشو سؤالك الثاني مشان نجاوبك سوا؟ أيوة السؤال الثاني، أنا عندي هشاشة عظام، بيقلك بهشاشة العظام لازم أدي عمرك أدي عمرك أدي عمرك عمري 61. الله يحميك العمر كله يا رب، خلي لي اياك يا رب الله يسلمك. اذا انا مثلا قايلي لي انه لازم تاخذي الحبه، كنت عم تذكري انت انه على المي على صلاه السلام سيدنا محمد وصى بانه نشرب المي على القاعد. طيب انا موصيني مثلا الدكتور انه انا اخذ حبه الهشاشه بالاسبوع مره وانا واقفه مستقيمه يعني، وبعدين بقدر بقعد ولا بمشي لمده نص ساعه لساعه لقدر مارس حياتي بشكل طبيعي، اكل ولا اخذ ادويه ثانيه؟ يا ترى هذا بياثر على الدواء مثلا ولا على معدتي انه اخذ الدواء وانا واقفه شرب المي؟ طيب حقلك حجاوبك شكرا لك. شكرا اما محمد. هلا اول شيء مريض، اول شيء مريض الغده بالذات له اسلوب تعامل بشرب الماء. حبة الغدة بتتاخد على الريق وبنقول بعد ساعة لتتناول أول فنجان قهوة أو أي شيء من المنبهات، وبعد شيء ساعتين لتاخد أول وجبة فطور مشان الدواء الغدة ياخد مجاله بالدم. نعم يعني نهيئ الحرق قبل ما يفوت الأكل أو الطعام أو الشرب. الفكرة بقصة شرب الماء لمريض الغدة بالذات، مرضى الغدة بالذات بيتنفخوا كتير سوائل، إياهم ثم إياهم يشربوا الماء على فرد كرعة. شرب الماء طبعا مريض الغده لازم يكون في شويه ليمون وحمض عشان يصرف، اولا لانه تصريفه للسوائل كتير قليله، بيتنفخ جدا، بيعاني من مرض ضغط جدا، الاملاح تبعه كلها بالدم مسحوبه، بتلاقي عنده هشاشه بس ما بتلاقي عنده، بتلاقي الكلس عم يسبح سبح بدمه بس ما عم تلاقي عم يوصل لعظامه، ما في امتصاص لانه في مشاكل بجارات الدرق وهدول الهرمونات اللي بتلزق الكالسيوم، تاخذ الكالسيوم من الدم على العظم وبتوقف امتناع العظم عليه. هلا اهم شيء لمريض الغده يشرب على دفعات طول النهار. القاعده الاساسيه لشرب الماء ان كان في بغده ولا مريض الغده، كل 10 كيلو جرام تحتاج لكوب ماء يوميا. مو انا مثل حتى في معلومات بالطب الصيني خطا انك تشرب 17 كاسه الصبح على الريق، هذا الحكي كثير بيضايقني لانه ما في ابدا دراسه علميه عليه. انت شو وزنك؟ وزنك 60 بدك 6 اكواب، وزنك 80 بدك 8 اكواب باليوم. اذا عندك مرض غده بدك تشرب على دفعات. الإنسان فقط اللي عنده مشاكل نكتر له الماء شوي، اللي عنده حصوات بالكلية. الفكرة الأساسية هي القاعدة الأساسية، مريض غدة بدك تشرب على دفعات، بدك تحاول بعض كاسات المي تبعك تفوت فيها الليمون مشان تقلون الدم. النقطة اللي هي بيهمني أمرها إنه أنت بدك تشرب الحبة على الواقف، أنا ما بعرف شو دقتها علميا، أنا بس اللي بعرف إنك أنت بدك شوي في بعض حبات تثبيت الكالسيوم إنك ما تتحرك تماما بعدها. أنا بعرف أنا ما في لا بعرف بس أنه مو على الواقف، يعني أنا ما بعرف هاي المعلومة عذرا، بجوز تكون صحيحة لكن سبحان الله من قال لا أعرف لقد أفتى. أنا لا لي عم أكد هالمعلومة ولا لي عم برفضها، أنا اللي بعرفه بهاي الحبات هاي بالذات إنك بدك تكون شوية ساكن أنت شوي تمام. حتى هاي وحتى هاي دقتها ما عندي فكرة أنا كمعلومات قيل عم قال نعم. تماما بس برجع بقول ما عندي قصة إني أنا أرفض هالمعلومة، لكن أنا بقول يا أختي إني أنا هاي الحبة تشربيها وتكوني بفترة سكون نوعا ما بعدها، مو إنك تكوني على الواقف ولا تكوني على القاعد ولا هاي القصة. هاي أهم شيء بالنسبة لتثبيت الكالسيوم. هلأ الأهم نقطة اللي عنده ناس غدة درقية ليش بيكونوا عنده مشاكل هشاشة؟ إذا صار في هذه الحالة في عنا مادة من الطب النبوي كمان نحن بنسميها بالسمسم والأمور هيك كلياتها. الله يرضى على قلبك حبيبة قلبي، فنجان زيت معه شوية سمسم وحب الرشاد، حب الرشاد من الطب النبوي هاد وشوية سمسم ومعلقة كركم، ما عندك قدرة تنقعيهم فترات طويلة بالخلاط وتضربيهم بالميكسر، وبعد هي الزيت مع السمسم والكركم والأمور ملعقة قبل الغداء وملعقة قبل العشاء، مثبت كلس رائع، فيه استروجينات تعويضية خاصة إذا 61 سنة انقطعت الهرمونات الاستروجين الطبيعية عندها، فتثبيت الكلس عن ناقص. هلا بتجي بتلاقي العالم عم تسفسف لي دوية كلس 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 عم يخربوا بيتها للكلية،
وما في تثبيت كلس بجسمهم. تثبيت الكلس ياتي بالمشي، يعني اول شيء عنده المريض الهشاشه بده يعرف اول وصفه لإله عندك ساعه مشي، حتى لو عضلاتك تعبانه، حتى لو ركبك تعبانه، حتى لو بدك تمشيهم على تقطع، لانه العضله اللي هي مثل الغلاف تبع البونبوني هي اللي بترص العظم. الهشاشه مو نقص كلس يا جماعه، تباعد خلايا العظميه عن بعضها، هيك هي اهم شيء. الكالسيوم موجود بالكتله العظميه، الهشاشه بيتعاطوا معها العالم بالعلاج بدائل الكلس، لك الهشاشه مو مرض بدائل، تباعد الخلايا العضويه العظميه التي تحتوي على كلس وبور ومغنيسيوم. بدها نشاط رياضي، فبدي عضله فوق ترصها العضل، وقت بيضعف هون بيحدث الهشاشه. وقت الكالسيوم من اهم المعادن اللي بتعطي صلابه للعظم، بس ما بتعطي تعطيه قساوة، بدي مغنيزيوم كمان، بدي عظم يمشي كمان مع العضلة يكون مرن مع المفصل. الهشاشة كمان تأتي من كثرة تناول الكلس بطريقة خاطئة على الجسم. يعني هلا انا هداك اليوم بيجوا عندك بيفردوا لك هالبدائل الغذائية تبع الكالسيوم، لك حوار كربونات كالسيوم، لك طباشير عم تاكل، لك ويا ريت مين اللي عم ياخذ يعني باسراف، يعني بيكون كميه غير مدروسه، هي فيها كلس وهي فيها فيتامين د، لك حتى مفهوم فيتامين د ما عندنا فقه فيه. وقت بتاخذ فيتامين د يا اخي بعد زيتونتين ثلاثه معلت بعد الغداء، مو بتاخذها ما في بعدها لا وقبلها ولا هي، تفعيل فيتامين د هو اهم من تناول فيتامين د. بيكون عنده كبده تعبان بيجيب لي 50,000 ياخذ ابره فيتامين د، وبتيجي كثر دجه تقل على كبده. فيتامين بتلاقي نسى البدن ومدري شو صار له، يعني من فيتامين د عنده على 17 16 ما بلاقي اللي اخذ لي 50,000 600,000 وحده بالابره. حتى اعطاء الابر والمكملات بدها فهم، يعني بتلاقي رجف واختلج بدنه ما لقى الا الكلس فجاه صار بجسمه. هي الاشياء هي فيها لا فقه، يعني حتى ليش انا نحن بنحب المريض الواعي، هو اللي بيعصرنا دماغنا السابع نقول له شلون طريقه الاعطاء شو هالقصص هي كلياتها. فنحن بنحكي انه الهشاشه هي عباره عن خلايا عظميه متباعده تحتاج لمشي لتقويه عضل، لمكملات كل الصحيحه بنقدر ناخذها من مصادرها. فنحن عم نحكي هذا زيت الزيتون، حارجع عيد مع حب الرشاد والسمسم وكركم، رائع للهشاشه بشكل رهيب جدا. ملعقه تتاخذ على فتره شهر بتفرق المفاصل والعظام من الارض للسماء. في ناس بتقول حب الرشاد مع الحليب، يعني انه بيصير ماده كانه حب الرشاد مواده الفعاله ذوابه بالاوساط الدهنيه، والحليب دهنية. يحتوي على دسم، بس انا لا احب الحليب، انا من الناس اللي برفض العلاج بالحليب، مو لاني انا ضد الفكره، لانه حليبنا بهالايام مؤذي من كتر ما في مضادات حيويه وبشيء بيفرط جهاز المناعه بيعمل امراض مناعيه عوض ما كان هو، مو حليبنا هذا الطبيعي القديم، مو حليبنا اللي كنا نستخرج منه السمن البلدي اللي عم يقولوا عنه انه بيعمل كوليسترول السمن. ونحن نحكي عن الطب النبوي بعلاج عرق النساء، حكينا عن الموضوع. هلا بس ناخذ الاتصالين معنا ابو محمد وام محمد مشان ما نطرن اكثر على الخط. الو مساء الخير، تفضل سؤالك. سؤالي انا معي طنين اذنين مستمر. معي طنين اذنين مستمر. نعم. بدي الدواء. طيب. بالنسبة ام محمد معلش ناخذ مشان ما نضطرهم بعدين بنجاوب على السؤالين. تفضلي ام محمد. الو مرحبا. مرحبا تفضلي. بدي احكي مع الدكتورة سوا. تفضلي سؤالك تفضلي. في عندي ابن عمره 6 سنين. نعم. بيعاني من كتمان شديد. ما بيخرج من مرة بس بيروت لي الاواعي الداخلية تبعه شوية بورات صغيرة. كتمان وبيلوت البراز؟ ايه بيروت لي هيك شوي صغيرة. ايه اصبح في من شكل اصبح من مصرة المستقيم يا حبيبة قلبي. يعني لازم ينفحص عن دكتور جهاز هضمي بيفحصه المستقيم، العضلة عم تسرب. انا اخذته على الدكتور. فيها ضعف. لأنه في مشاكل بعضلة المستقيم، ايه شو قال لك الدكتور؟ قال لي ما في شيء. قال لي ما في شيء بس حالة نفسية. يعني هو ما بيحب يفوت على الحمام. ايه بس هو بيفوت وبيجي ليحاول ما بيقدر. بيلي عم يوجعني ويحكه. في حرقوص مثلا يعني تتوقع في هيك شيء من هذا الحكي؟ لا ايه بس وقت بفوت على الحمام بيحاول انه يعمل بيلي عم يحكني ويوجعني. طيب خلص اسمعيني شو بدي حاكيك. بالنسبة للأخ اللي عنده طنين أذن على السريع،
بتجيب في زيت اسمه زيت القرنفل، بنستخدمه نحن الأسنان. بالاسنان لعلاج للألم. هذا زيت القرنفل يوميا قطرتين هون على الاذن اللي عم يطون فيها، هذا يا اخي غالبا تعب نهايات عصبيه بالعصب السمعي. الماده الزيتيه تبع القرنفل بتنشط الترويه الدمويه للنهايات العصبيه وبتوصلها اذا كان فيها بعض الاملاح مكلسه على هي. الشيء الثاني، زيت القرنفل بيزيت عظيمات السمع بحجيرات الاذن الداخليه والوسطى. فالنص الثاني عندك ضعف بالعصب السمعي هي اللي عم تسبب هالطنين وهالخشخشه. فنحن بنحط زيت القرنفل نقطتين بالقطاره تبع هالامور هي. النقطه الثانيه بتاخذ مكملات غذائيه فيها جينكو بيلوبا لتزويه الترويه الدمويه للعصب السمعي. ما تحسنت يا اخي، ما تحسنت تماما، حاول تعمل تدليك للرقبه والكتاف لانه احيانا بعض الانقراصات الرقبيه بتضعف العصب السمعي وعصب المسؤول عن مراكز التوازن، لانه بيكون نقص ترويه لمراكز المخيخ ولمراكز العصب السمعي. فبتعمل مساجات عاليه للوتادات تبع رقبتك. والنقطه الثانيه القطيرات والمكملات الغذائيه اللي فيها جينكو بيلوبا. بالنسبه للمستقيم تبع والهاي، اول شيء بدنا نحسن خروجه. نفس الوصفه اللي قلت له عليها للمستلم اللي هو شويه قطعه امر الدين بتعطوه اياها، لانه حواضح عنده امساك في قوه بعضله معينه قبل الخروج تبع خاتم المستقيم على حساب قوه ثانيه. الشيء الثاني، في عندي مشكلتين عنده، عنده مشكله فطريات ما دام عم يحس بحكه، وعنده مشكلة عندي إياها عدم توازن فتح وضم عندك يا عضلة المستقيم بشكل متوازن. فهذا الولد تعطيه فنجان مي دافئ على الريق يوميا بقى عندك يا قطعة أمر الدين، وبده يكون غالبا عنده صباحا بفطوره زيتون، يعني لا مقطوعا ولا ممنوعا، حتى شوي تلين شوي الأمعاء تبعه ما يصير في خروج عندك إياها صلب. النقطة الثانية عزيزتي، في مادة اسمها المسواك من الطب النبوي، هي بتطحني له اياها وبتعبي له اياها هيك بكبسول صغير وبتشربي اياها. ما قدرتي مع المسواك او هالامور هي، بتغلي المسواك حبيبه قلبي وماءه بتغسلي له فيه. المسواك ماده معقمه لخروج المستقيم، فاذا كان في حرقص او فطريات بيقتل لك اياها قتل. لكن ليش نحن من اعواد فرشاه الاسنان نحن المواد المعقمه تبعت فمنا اللي هي فيها المسواك، فالمسواك خليه علاج خارجي لاني انا بخاف يكون كمان هو المسواك قابض يعمل له امساك اكثر، وخلي الامر الدين والمشمش على الريق والزيتون يكون بصباحه، وان شاء الله بتستفيد من هالوصفه. الزيتون كثير يعني ببلادنا الحمد لله موجود ومتوفر، شجره مباركه وشجره مباركه، يا الله على الزيتون، سواء كان بالزيت او بالزيتون. والرسول صلى الله عليه وسلم كمان انه اوصانا انه ندهن. هلا المعلومة الجديدة اللي حابة اسمع مشاهدينا فيها، انه يا جماعة زيت الزيتون لا تخلوه يلمسوا نار، لا تقلوا فيه، يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. الزيتون بالذات، زيت الزيتون لا تخلوه ينطبخ فيه على الساخن، زيت الزيتون كلوه ني ني، كلوا الزيت وادهنوا به. لك هي وصفة رهيبة رهيبة هالوصفة، لا لا لتدويب الحصى المرارية، لتليين المفاصل، لتريح الأملاح من الرجلين، من التكلس الكتفين، للرقبة، يعني شو أحكي عليها هاي. أنا مبسوطة بهالفترة بشغلة إنه الزيوت النباتية اللي نشروها بيناتنا ببلادنا غليت حقها لأنه كلها سموم. طب بتقول لي شو بدنا نطبخ؟ لك يا جماعة اطبخوا بقليل من، لك رجعوا لشحمة اللية اللي حنحكي عليها مشان العصب الأنسر والأمور هاي. اللي ما في مثله بالطبخ، ولا تقل لك لا تعود حالك على الطبخ بالزيوت النباتيه. نحن بلاد السمن العربي نسفوها من بلادنا، صارت جرام السمن العربي مثل الذهب. لك نحن بيقولوا لنا هذا بيرفع، لك اللي بيرفع الكوليسترول هي هالزيوت المدمره هي. لا ممكن في زبده بقريه يعني، ممكن تحل محل نعم السمن. بس انا عم اقول انه نحن الشغله اللي فيها بركه وهيك صارت لو تطلع من بلادنا حرموها علينا بمعلومات خاطئه. لك لية الخروف بيقول لك لا بخاف على الكوليسترول، لك هي زيرو كوليسترول، منين جايب هالمعلومه انت اساسا؟ لية الخروف اللي هي اذا سيحتيها انسلت شوي وانحطت مع قطعه تمره مثل ما كيف بنساوي وقت برمضان وبنساوي فيها عجوه وهيك، واتاخذت عندك اياها بتروح وجع العصب عرق النساء، يعني علاج للديسكات وللهالامور هي. بتعرفي هالشده العرق لا بيعرف بتاع الواحد، لا فرد الرجل لا برخيا، لا بيعرف ينجز شغله، لا بيعرف ينام، متألم دائما، يعني خلص طلع خارج التغطيه هذا الزلمه، فقد عمله، فقد متعته بالحياه. لك اذا اخذوه مشوار ما بينبصي في شيء، لك احيانا الانسان اضعف من ذبابه.
اي شيء بنغص له عيشته، فانت رب العالمين اعطيك حلول واعطيك لك جرب. يعني انا مثلا مثل الاشياء اللي انا بقول فيها، قديش بيقولوا لك المرق العظم زفر بتقيل علي، لك يا اخي لو هيك زبديه بالاسبوع، لك والله بترمي مفاصلك، لك احسن من هالادويه الزباله اللي عم تجي على ادويه نجيبها بترفع السكر وبتقولوا لك كليكوزاميدات وبتزود الوزن، لك شرفه هي، لك يا اخي مالك قدران اخلطها بشوربه خضار بشوربه هي بتلم غضاريفك. نحن بنعود لا هذا زفر، هذا مو اكل سينيه، هذا الاكل السينيه اللي جاب اخرتنا تبع لو فات وزيرو فات، بندفع حق سمومنا دبل الاكل الصحي. بعدين نرجع للمكملات الغذائيه. ونح انا بشرب، لا شو هذاك اليوم شو مشروب غازي شو دايت يحرق، لك كبه روح كبه بالبلوعه، هذا روح كبه بالبلوعه فورا، سلك في شيء بلوعه ولا تفوتوا على بطنك. عندنا كثير فواكه مثل نعمل منها مشروبات طبيعيه، عندنا فريز عندنا توت عندنا نستبدلها يعني. هلا ايام التوت، هلا هذا التوت يعني رهيب للناس يضعف بصره. يا جماعه قديش عصير الجزر مهم للنظر، هلا التوت الشامي وقت بينزل عن جد استغلوا. ويا جماعه يعني انا يعني نداء لاهل التبعات اللي تجار الفاكهه والخضره ببلادنا، يا اخي زكاه عن اولادكم، رخصوا شوي اسعاره لهدول الاشياء، هي الاشياء بتجينا مره واحده بالسنه ونحن بلادها. يعني اعتبروا هذا اللي بده ياخذ لك اذا رخصت شوي سعره هذا ابنك. وان شاء الله بصحيفتك، هذا التوت اللي هلا حينزل هذا التوت الشامي هذا تمام، هذا علاج، هذا للمرأة، هذا للشبكيه، للعصب البصري، للكبار السن. السلام معلومه حلوه. بيقوي الدم، لك بيروحوا بكل باخذوا لي مكملات حديد، لك كاسه توت شامي بتسوى الحديد كله، ادويه الحديد كلها مدمره للجهاز الهضمي. عواض الكولا والسفن ابول ما بنحكي ماركات فظيعه يعني، بس كلها مشروبات غازيه ضاره، وعندنا بدائل عندنا الحمد لله رب العالمين. اطيب جدا. الله عاطينا فاكهه. نحن صفيان معنا شي دقيقتين ثلاثه، اذا حابه تختمي فيها هيك بنصائح عامه للساده المشاهدين، رغم انه في كثير محاور ما تطرقناها للاسف ما زاد معنا وقت يعني. هلا اهم شيء بالاشياء كلها كون عم نحكي عن الطب النبوي انك اقرا، نحن امه اقرا. في شغله انه بقول الله يرزقنا محبه سيدنا رسول الله، اتباع سنته يا رب الهي. سيدنا رسول الله يعني شغله رائعه جدا، وهيك شغله عن جد بتحسن المزاج ذكر اسمه فقط، فما بالك هديه واتباع سنته. وانا بحب انه اتباع السنه لا تجعلها هي كانه قد اخذت حسنات وما اخذت حسنات، هي اجت لك قبل ما تجي لحسناتك واجت لسعادتك. اقرا عن سيدنا النبي، شوف تصرفاته، شوف افعاله، تسوى اكاديميات العالم كلها بعلمه. الفكره نكون نزداد ثقتنا بعلم رسول الله، لانه انا فتره من فترات طلعت على الصين عم باخذ نبته معينه للتنحيف، وهيك بتفاجئ انه بلاقيها وقت ترجمتها باللغه العربيه القسط الهندي. دفعت الاف الاشياء حتى اخذ هالمعلومه، وانا بتفاجئ انه هي موجوده بطب سيدنا رسول الله، فاستصغرت نفسي انه هي موجوده وحتى دفعت حقها مصاري. حتى بالوقت الكورونا صاروا كثير، القسط الهندي رائع جدا، له كثير اثار، بس ان شاء الله بنحكي عليه بحلقات الجايه. بس تصور يعني انه نحن بنسترخص بعلم سيدنا رسول الله، وانت احيانا ممكن تقعد تدفع هي لتاخذ هالمعلومه، وقت تيجي بترجمها بتلاقيها جايه بهدي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالاخير بتمنى العافيه والصحه والبركه، وتحري الحلال هو اللي بيجيب العافيه، وان صحيح. شاء الله البركه لبلادنا، وان شاء الله بلادنا هي اهل البركه، هي بلاد البركه باذن الله. ان شاء الله. ونحن بنتشكرك كثير على المعلومات الحلوه اللي قدمتينا اياها، ان شاء الله هيك بيكون في لنا لقاءات قادمه معك في قناه نور الشام. بدنا نتشكر مشاهدينا الكرام الدكتوره ثواب الغبره الاختصاصيه في التغذيه، شكرا لحضورك معنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.